سنة كاملة من النسق السلمي والأسلوب الحضاري لثورة تشرين، والعقلية الحكومية القائمة على التدليس والتزوير لم تتغير. كالمعتاد تكرر الحكومة إسطوانتها في الحديث عن المندسين والمخربين الموجودين في ساحات التظاهر، وكل همهم بحسب الكذب الحكومي تكدير الصفو القائم بين المتظاهرين السلميين والقوات الحكومية المدعومة بالميليشيات. الناطق باسم الكاظمي بصفته القائد العام للقوات المسلحة يحيى رسول يخرج بجملة من التصريحات التفصيلية عما يجري بساحات التظاهر، ثم ما يلبث أن ينفي نسبتها إليه. بادئ الأمر تحدث يحيى رسول عن وجود مندسين داخل التظاهرات يستخدمون قنابل المولوتوف والرمانات اليدوية ضد قوات الأمن، وزعم أنهم يتلقون توجيهات وأموال من جهات خارجية لإحداث مواجهة بين القوات الحكومية والمتظاهرين. عدم خبرة رسول في فبركة الروايات جعلته يقع في خطأ جسيم عندما اعتبر أن هؤلاء المندسين هم من صغار السن، فكيف لجهة أجنبية أن تنسق مع هؤلاء الصغار وتترك الناشطين وأصحاب الخبرة بحسب هذه الرواية المفترضة؟ لم تمضي إلا عدة ساعات على هذا التصريح حتى خرج يحيى رسول مرة أخرى لينفي نسبة هذه التصريحات إليه، ويقر بعدم وجود معلومات استخباراتية كافية ووافية عن المجاميع المندسة داخل المتظاهرين. ويبدو أن سخرية المتظاهرين من هذا الكذب الصريح المنافي لما تحكيه الصور عن سلمية المتظاهرين دفع رسول للتراجع عن هذه الرواية، في حين سلم مهمة التحريض على المتظاهرين لجهات أخرى كان في مقدمتها لجنة الأمن والدفاع النيابية التي أعادت رواية قنابل المولوتوف والمسلحين الذين يعتدون على القوات الحكومية من داخل ساحات التظاهر. قوات الكاذب العميلة هاجت على الفتى الشباب سقوط جرحى. لا جديد في حكومة الكاظمي، حيث أن أسلوبها في التعامل مع التظاهرات والتعليق عليها نسخة مطابقة لما كانت عليه حكومة عادل عبد المهدي، فأي شيء يترجاه العراقيون من الحكومة الجديدة سوى المكر السيئ لأهل الثورة؟